الاسماعيلي بيجهز نفسه بقى للموسم اللي جاي؟ يعني هل كل الموسم ده بالنسبه لإيهاب جلال هو اكتساب ثقه للعيبه الصغيره اللي طلعها السنه دي، مع يعني مش عايز اقول ان هو بيجهز فرقه للسنه الجايه، لان هو عنده حوالي 34 لقاء، بنتكلم في 34، وطبعا لو في الكاس، لو في الرابطه، لو في اي حاجه، هل الموسم الحالي باكمله بالنسبه لإيهاب جلال موسم بدايه مشروع، بدايه فتره بقى تبقى كويسه، انه يبقى القيد اتفتح، يبقى فيه صفقات كويسه، يبقى فيه فلوس اتحط للصفقات، لانه حتى لما اتحطت له صفقات او ميزانيه في يناير برضو كانت قليله جدا، ما كانش في حاجه قوي يعني، فجاب لعيبه عقودها خلصانه وفري وحاجات كده. هل بيجهز نفسه للي جاي؟ مش السنه دي هو مش مركز عليها قوي انه يحسن النتائج ويعمل حاجات، بيحاول يكسب ثقه بس. هما الاثنين في اتجاه واحد، هو مركز في الموسم ان الاسماعيلي يرجع تاني للمكانه اللي عايز يطلع من تحت الجدول ده، بقاله سنتين ثلاثه بيصارع، فهو السنه دي هدفه ان يبقى في حته تدي اللعيبه ثقه، تدي الجمهور ثقه للجهاز الفني. خد بالك ودي مهمه جدا، لان لو ما فيش ثقه من الجمهور للجهاز الفني مش عارف يشتغل في اجواء كويسه جدا. لكن انا بشوف نقطه مهمه جدا جدا الاسماعيلي ما شفناهاش على مدار الفترات اللي فاتت، اللي هي ان مجلس الاداره دايما مدي الثقه للجهاز الفني، ودي حاجه تحترم في مجلس الاداره بصراحه. مفيش كلام خالص على فكره ان بنفكر اصل لازم، مفيش حاجه خالص، فدي مديه اريحيه. صح. في وجود كمان الكابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان، ففي استقرار داخلي اداري مخلي الاسماعيلي مركز في الحته الفنيه مع ايهاب جلال. المشروع ومش المشروع ده موضوع انا بشوف ان موضوع صعب كله، يعني في بعضه صعب. ليه؟ لان اي مشروع في الدنيا محتاج ماليات. مش عايز اكلم الاسماعيلي بيعاني مش عايز من عقوبات كتير جدا. صح. حتى انت لسه بتقول الانتدابات اللي جت مفيش ميزانيه خالص، فانت جبت المتاح، لان انت فرطت في باهر المحمدي عشان تدخل فلوس، فرطت في قياده العسقلاني عشان تدخل فلوس، في انور اللي هو كان هداف والمرعب في الخط الامامي ورا يعني. صح. فبالتالي انت السنه الجايه وقبلهم كمان شكري ومدبولي، لا المجموعه يعني انا بتكلم 7 8 في كام سنه اللي فاتوا دول كانوا يفرقوا معاك. لا ده كتير جدا انت لو عديت، لكن انا بتكلم في المرحله بتاعت ايهاب جلال الاخيره دي. هو الفتره الجايه هيركز في ايه؟ هو عايز زي ما قلت لك يطلع من الكبوه اللي الاسماعيلي مر بيها. ورؤيه الكابتن ايهاب على فكره بتعجبني في وقت من الاوقات بشكل كبير جدا، لكن الظروف هتساعده ان هو يفكر في الموسم الجديد بشكل مختلف. الامور الماليه هتساعده ان هو يشتغل بشكل مختلف ويجيب القماشه اللي تمشي مع الاسماعيلي. هو كسب حاجه كبيره جدا، انه كسب الناشئين. صح. دي هو هيبني عليها، والنهارده لما بتدخل 3 و4 و5 ناشئين في التشكيل ده اكبر مكسب، اكبر من انت ممكن تشتري. ثقه الجمهور زي ما انت قلت، ان جمهور هادي وم يعني مركز مع الفرقه اكتر في الكوره، ما بيتضايقش من حتى الخساره، انه مش 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 بيتهم حد بالتقصير قصدي يعني. حتى موضوع محمد نصر الكارت الاحمر، يعني انا في مكاني دوت انا بتكلم سلوكيا، ماليش دعوه ان تتوقف ما توقفش، لكن انا بتكلم سلوكيا ان اللعيب ما ينفعش يمد ايده على الحكم طبعا، فقط لا غير. فالجمهور كمان متعاطف كمان، يعني تخيل جمهور الاسماعيلي كان بيهاجمه في وقت من الاوقات، النهارده متعاطف، فاذا في جو جماهير صح واقف مع الفرقه، حاسس ان في تغيير في اداء اللعيبه في الاسلوب الفني لايهاب جلال، وما فيش حد كامل كمان لله وحده، فاذا في سلبيات. المشروع دوت هيتم لو الشروط توافقت مع ايهاب جلال واللجنه الفنيه ان هم يعملوا موسم جديد. لكن في الاول وفي الاخر انا بشوف الدعم الاول لاي منظومه هو الجمهور. مش عايز اكلمك. انت عندك ده. صح. عندك جمهور نادي الاسماعيلي، نتمنى ان شاء الله الاحداث كلها اللي موجود فيها تعدي في اقرب وقت ان شاء الله، لان جمهور الاسماعيلي هو روح الكره في اسماعيلي.